السلام عليكم، كنقدمكم نفسي أحلام من مدينة طنجة. سائقة تاكسي الأجرة كبيرة، أول سائقة بطنجة. المرأة المغربية دابا راه ماشي كتسوق غير التاكسي، المرأة المغربية كنشوفها كتسوق الطيارة، كتسوق ترامواي، كيسوقوا كاميونيس. يعني هذا الميدان هذا باش تدخل له واحد المرأة راه ماشي سهلة. طبعا كيف ما كنعرفوا حنا يا رجال وكيلقاو صعوبه في هذا الشيء. هذا تلاقيتي بيا انا طلع عندك، ما عنديش في ما تشوفني واقفني، ما كنخليش شي واحد يهاود من عندي التاكسي الا وهو هود على خاطرو مرتاح. كيطلعوا معايا ضحكين وكيهاودوا ضحكين، وتساوي إذا طلع معايا شي واحد وحاول يعمل شي حاجة، أنا السلطات طنجة قالوا لي ألو حنايا معك. جاتني الفكرة حيت الأب ديالي في هذا الميدان لمدة 28 سنة، وملي كنت صغيرة كنت كنسافر مع با كنشوف طريقة الخدمة ديالو عجبتني. دابا ملي كبرت طرحت الفكرة على با، جا با شجعني والأم ديالي تاهي شجعتني، خوتي، وقدمت الطلب ديالي للولاية وتمت الموافقة على الطلب ديال رخصة الثقة ودوزت التكوين المهني. كنشكر الأساسي ديالي وكنشكر المدير ديال التكوين المهني اللي استقبلوني أحسن استقبال. وبالنسبة لهاد التجربة اللي عملت هاد السيمانة كانت تجربة مزيونة، استقبال ديال الزبائن كان أحسن استقبال، كيشجعوني كيحفزوني، كنسمع غير الهضرة مزيونة لا عند الزبائن لا عند المهنيين في نفس الدومين ديالي. كلشي كيشجعني، اللي كيطلع معايا كيقول لي برافو ليك، نشوفك هايدة أحسن ما نشوفك في شي حاجة أخرى، برافو ليك زعمتين هاد المهنة. كذلك النساء حتى هما كيشجعوني، الرجال، الشباب، كبير ولا صغير، المهم كلشي، حتى الناس المهنيين ديال الناس المهنه حتى هما كيجيو قدامي يقولوا لي برافو وابتسامه ويشجعوني. اول رده الفعل ملي كيطلعوا كيعملوا هكذا كيقولوا العائله في التاكسي، والله الا زعما مزيانه، الله يعاونك، الله يجيب لك التيسير. شحال نقول لك، نقدر نقول لك مع شحال اللي كيطلع معايا ما كيهوتش حتى كيدعي معايا. انا هاد المهنه هادي الصراحه اخترتها عن حب وكنبغيها صراحه بزاف، بحكم الاب ديالي انا كيف ما قلت لك سابقا 28 عام ديال الدومين. كنحاول ما كرهتش زعما نعمل شي بروجي نكون كنخدم غير مع لي فام. صراحة هذه هي الامنيه ديالي، شي تاكسي تكون ديالي ونكون خدامه مع لي فام العائلات، فهمتي. بغيت نقول لك واحد الحاجه، بان المراه المغربيه دابا راه ماشي كتسوق غير التاكسي، المراه المغربيه كنشوفها كتسوق الطياره، كتسوق ترامواي، كيسوقوا كاميونيس. يعني المراه المغربيه اللي ما لا ما تسوقش التاكسي، المراه المغربيه شجاعه وقويه، خصها تكون هي قويه وتكون كتحب المهنه. ما كنتي كتحب المهنه راه ما تعطيش فيها، مراه وقاده وفي الام، ماشي غير في هذا الشيء هذا، راه اللي كيعرفني مراه قويه وشجاعه. احترام الزبائن والتعامل، يقدر يطلع معك واحد يقول لك ما عندي شي خصك تهزو. في حكم التجربه ديالي هاد السيمانه هادي شحال نقول لك، شحال من وحده طلعت معايا قالت لي عندي غير 3 دراهم، شحال من واحد طلع معايا قال لي ما عندي حتى درهم. طلع انا كنتعامل مع كلشي. مراه هاد الايامات مع الرابوند مارجان وقفتني، وقفت لقات لي ما عندي شي، قلت لها الله يا خالتو مرحبا بك، طلع زعما تلاقيتي بيا انا طلع عندك ما عنديش في ما تشوفني واقفني. بقات كتبكي مسكينه، قالت لي يا بنتي 5 د التواكسيه اللي وقفت والله ما بغى يطلعني حتى واحد. الناس اللي كيطلعوا معايا كليان كيطلعوا معايا كيقولوا لي تيني النمره ديالك، انا مراتي كتكون مثلا ماشيه حد دارها ما كنبغيش نصرده مع التاكسي، نصرده بعدا مع مرا نمشي مرا في حالات كنت انا مامن. يقدر كيطلع معايا العائل كيقول لي انا مثلا ماما مريضه كتمشي الطبيبه ولا شي حاجه مزيانه تمشي معاك تينا. ما كنخليش شي واحد يهاود من عندي التاكسي الا وهو هود على خاطرو مرتاح. واصلا هما ملي كيشوفوني كيركبوا معايا ملي كيهاودوا كيطلعوا معايا ضحكين وكيهاودوا ضحكين. كلشي كيعرفنا تقريبا، ما جبرتي الصراحه شي صعوبات، وتساوي اذا طلع معايا شي واحد وحاول يعمل شي حاجه، انا السلطات طنجة قالوا لي الو حنايا معاك. كنشكرهم من المنبر بزاف بزاف.
انا الخط اللي كنخدم فيه كنخدم جهه محطه كزنايا، كنخدم موريتانيا جهه كاسابالاتا تشاربين ديبان بني مكادا على حسب الطريق. انا موجوده في اي طريق انا كاينه، كورسات شي كورسا شي حاجه، الف مرحبا والف مرحبا. كنسافر وبالنسبه للعائله ديالي فيما كنا كنمشيو من اي بلاصه، مراكش افران دار بيضاء اي موطا انا اللي كنسوق بهم. اختي احلام صراحه دائما معروفه عليها في العائله، سائقه محترفه، هذه هي اول حاجه. الصراحه انا فخوره بها بزاف وكنشجعها، وفتحت المجال للمراه المغربيه الصراحة. كنشجع من هذا المنبر هذا، وكنوجه لها واحد التحية، والله يعاونها والله ييسر لها الامور ديالها، وان شاء الله نبغي نشوفها ما احسن. يعني هذا الميدان هذا باش تدخل له واحد المرأة راه ماشي سهلة، طبعا كيف ما كنعرفوا حنا يا رجال وكيلقاو صعوبة في هذا الشيء هذا، ولكن تبارك الله عليها. دابا اليوم تبارك الله المرأة المغربية واصلة فين وفين ما شاء الله. ايوا كنتمنى للمزيد من التألق والتوفيق. واحلام معروفه عليها سائقه صراحه محترفه، وملي كنكونوا مسافرين هي اللي كتسوق بينا الصراحه. كنعتمدوا عليها الصراحه في كل شيء، وتبارك الله عليها، وكنتمنى لها النجاح في حياتها والمزيد من التألق والمزيد من العطاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.